عايبة؟ نعم. كملت قمت التقرير ولا مازال؟ التقرير مازال عند سي حامد. من بطلك سي صالح طلب مني التقرير باش يحيله على السيد المدير العام. قلت لك لم هذا لسي حامد. ايش قال؟ قال لي شبيه عم صالح باقي يزرب، فإذا ما حضرش تقرير اليوم يحضر غدوة. والله مانيش عارف أنا علاش اختل النظام هالمدة هذه. اللي مرض رئيس مصلحة كل إنسان ولا يعمل على كيفه، اللي يغيب يغيب، واللي يفلت يفلت، واللي يحط ساق على ساق. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير. صباح الخير. شنو الأحوال سيد علي؟ والله قبل ثانية على أحوالي. أنا هو اللي حاب نسأل على أحوال السيد رئيس مصلحة المستخدمين بالشركة. يا أخي أسأل اللي زاروه وشافوه. أما أنا من نهار اللي مرض رئيس المصلحة وسي صالح خذا بقته ما عادش نلقى حتى فضل. خدمة تكس كد ستها كتشوف، الدوسيات كثرت، مانيش عارف. مش حاب يقول لك؟ أمثالك قليل وجودهم. فين هو اللي يخدم لله في سبيل الله؟ يظهر لك يا سالي. تحسيب نفس كل كيف كنت. المهم والمفيد، أنا ما جيت باش نتناقش معاك مسألة الضمير المهني. أنا جيت باش نعمل تليفون على خاطر تليفوني في البيرو متاعي عنده برودة. عمل مكتوب رئيس قسم التجهيزات هو اللي يخص الموضوع ويصلح لك التليفون متاعك، أما أنا ما عندي فيها السوق منظوق. شوف شنو قالك، أنا جاي نرفع لك تقرير يا ولدي. يا أخي إذا كان التليفون يهم الشركة تفضل. نعم نعم. لا يا بابا، في مخصص المستشفى. نشوف وقتي ولدت ولا ما زالت حلوة هذه. ربي خلص وحلها، وإن شاء الله المولود يطلع من الذرية الصالحة. أنا ما شوفش مانع في استعمال الهاتف الشركة ولو في شؤوني الخاصة، المهم ننتهز أي فرصة تكون في مصلحتي. ومع هذا أموري طالعة وماشية في سلم الترقيات، وكنت مجرد كاتب عندك هون، أصبحت ولا فخر رئيس قسم الضبط، وناوي طالع الفوق. الفائدة في التكتيك. لكن يا سعلي بقاك هوني في مكتب غير مكتبك يخل بالواجب. ربما سيد مدير بيعمل دورة مع أنه مازال جديد على رأس الشركة ويلقاك هوني أمالك الكل تتبخر. متخافش عليا، متخافش. وخيك القاضي في حنك والمفتي في حنك وفي رمشة عينة طالوا فتوى. سيد المدير عمل دور البارح على المستخدمين، كيفاش قام يسير دور اليوم؟ لو كان رئيس مصلحة لهنا نعطيك ودني، على خاطر المخلوق هكا النهار كله هو ينسنس ويدور ويشوف وموش مخلينا نفس يطلع. فريمون اللي تفوتوا لا كبيرة ولا صغيرة؟ المسؤول عن المؤسسة يا سعلي يلزم يكون متشدد والا الخدمة ترقد. الله يسامحه. الاستجابات الموجودة في الملف متاعي قدش على الراس. أنا وسي صالح عندنا 23 عام خدمة، عمرنا ما اصطدمنا احنا والمسؤولين متاعنا. عن إذنك. ألو؟ نعم؟ باهي باهي تفضل عدي. سيد المدير. ألو؟ سيد المدير؟ صباح الخير سيد المدير. نعم؟ الله الله يرحمه. طيب حاضر سيد المدير. مو لاباس. رئيس المصلحة توفى. الله يرحمه، رغم الشدة نتاعو مسكين كان محبوب. سيد المدير حب علي حالا أنا وسي صالح. المشكلة توا. اشني هي المشكلة يا سعدي؟ شكون باش ياخذ المنصب هذا؟ هاي المشكلة الأساسية. شكون باش يصبح بين عشية وضعها صاحب المنصب المرموق؟ لا يا سعدي، قول هالمنصب المرهق. والله أنا أشوفه مرموق وأنت تشوفه مرهق، وكل حد حر في تصرف في تعبيره، وانا هذه وجهة النظر متاعي. طيب
عن إذنكم. شو هو الخط؟ مشغول؟ لا أنت مشغول. كمل حدثني ايش سمعت من اخبار جديده. مني قلت لك عاد السيد المدير العام رشح لهالمنصب 5 اشخاص. ما قلت ايش كل اللي قال لك؟ من مصدر موثوق به. طيب وشكون هما الخمسه المحظوظين؟ انت واحد منهم. انا والله من جد انت عليك بالله قول الحق. اوه هذا احسن خبر سمعته في حياتي. لكن باش عرفت لي انا واحد من الخمسه المرشحين؟ على خاطر سيد المدير العام رشح رؤساء الاقسام الخمسه اللي عندنا في المؤسسه. الكلام هذا ثابت يا عايده؟ اي نعم اللي قال لي ما يكذبش. بزيد تفرحني. نطلب منك تقول لي شكون اللي قال لك على الاقل باش نتفاهم انا وطمان. ما نجمش وما نحبش. عجاي ربي على خطيبك. خطيبي شنو ما نعجبكش ولا شنو؟ بالعكس. اما فتره الخطوبه نتاعنا طولت شويه. المليح يبقى يا عايده برشا ناس كيفك يقولوا لي راك قريب توصل 35. تقول لهم اللي المليح يبقى وكي يعرفوني قاعده نكون في نفسي نبني ونأثث ونتزوج في دفعه واحده وقتها يعرفوا حقيقه اللي المليح يبقى. لكن هذا الكل مش مهم. ولهذا نفتح قوسين ونرجع لسؤالي. مش عرفت لي انا واحد من المرشحين الخمسه اللي الشغل منصب رئاسه مصلحتي مستخدمين بالشركه. يا سيدي الشاوش نتاع المدير هو اللي قال لي ارتحت. ايه هو الاخبار الصحيحه ما عندوش شويش. وبالطبيعه يدخل فيها الاقدميه والنشاط والكفاءه. على حد الاقدميه والنشاط والكفاءه عندي منقول. ايه رئيس مصلحه المستخدمين بيرو مضخم في الطابق الثالث. الزربية مفروشة من الطرف للطرف واربع فوتيات وثلاثة تليفونات والشاوس خاص واللي يدخل بإذن واللي يخرج بإذن والطوموبيل وهي الأمان. إذا كانك تستاهل توصل. والمثل يقول من طلب العلا سهر الليالي. يا أخي أنا قصاريات. لا مكشني قصاريات. إذا المسألة معاش مسألة ترقية يعني. إنما مشكلة تلقاني وحدي المرشح الوحيد لرئاسة مصلحة المستخدمين في الشركة العامة للمقاولات والبناء والتعمير. تفضل. صباح الخير سيد المدير. نهارك مبروك. قل لي. نعم سي. يظهر لي وانا طالع شفت مكتب الضبط محلول. يا اخي شكون فيه؟ فما حد كان سعلي. سعلي؟ اخي هو متعود يجي ديما قبل بساعة من الوقت. والله يا ليه ما تكون صار يجي قبل الوقت ويخرج بعد الوقت. والكوريه هذا هو اللي عطاهولي باش نسلمه لك. طيب. جيب لقهوتك. لا لا شربت في الدار.
اما برا عيط لي على ساليات. الله يبارك سيدي. هادي ما تعلقش دقيقة تنكلم. اسمع باريز ما تطلب ليش توا اي بعد حتى نقولك. اش بيك يا هادي؟ عصباح يا رسول الله. باهي باهي سيسها قد ما تقدر. نعرف نعرف والحق الكل معاك، لكن شو تبني نعمل؟ لكن مش معقول الانسان يجي الخشم وينحيه ولا كبر. اي باهي باهي المهم شويه صبر. اي اصبر شو تحب تعمل؟ تفضل. اسمع تعرف كيفاش توك يروح عند لول نوصلوا المشكلة. باهي في الأمان توا هادي. أي اسمع هاو حل آخر، بر مشي حذوقتك وخليها وحدها في الدار. باهيش يظهر لي عنده مشكلة في الدار. أي باهي باهي هذاك هو. باهي في الأمان توا. يجع نهاركم مبروك سيدي المدير. نهارك سعيد. سعلي نسيت علاش عيط لك. ان شاء الله خير سيدي. سيادتكم ما يخفى على حد انتم مشغولين وبالكم مشوش في خصوص شغور وظيفة رئيس المصلحة الله يرحمه. احنا كلنا مستعدين باش نقوموا بالواجب على احسن وجه. نشكرك. تفضل تفضل. لا شكر على واجب ولا نقولها بكل فخر. كل اعمالي الواجب وبدافع سمو المهني، والمهم الخدمة تمشي على أحسن ما يرام باش نعطي المثال للمستخدمين الصغار والجدد. تذكرت أنا فعلا مشغول بالشغور اللي وقع في منصب رئيس المصلحة، وقررت باش نختار شخصية كفء أو مناسبة. صحيح مشكلة إيجاد الرجل المناسب في المكان المناسب تحب لها وقت وتدقيق وفحص. لكن اللي ألفت انتباهي واستغربت منه هو وجود عدة استجوابات في الملف نتاعك. تسمحني سيد الرئيس المدير نكلم في الموضوع. تفضل تفضل. انا اليوم سيد الرئيس المدير عندي 11 سنة عمل في المؤسسة هذه، وعمري ما قمت بأي مخالفة، والدليل على ذلك وقع ترقيتي إلى رئيس قسم الضبط من طرف سلفكم السيد الرئيس المدير السابق للشركة. ونحل هنا قوسين ونقول اللي سيادتكم رفعتم من معنويات المستخدم إلى أقصى درجة، فضل عدكم وتوضعكم. بقى سيد رئيس المدير وجود استجوابات في الملف متاعي يرجع إلى سوء تفاهم القائم والمستمر بيني وبين سي عثمان رئيس المصلحة اللي كنت نخدم معه. الله يسامحه، ولا فايدة باش نقول لك توا المساوي متاع الشخص هذا. طيب تجمش تقول لي شنو سوء تفاهم هذا مثلا؟ سوء تفاهم هذا ناتج عن اختلاف في وجهات النظر. أنا في الحقيقة قررت باش نختار شخصية كفأة من رؤساء الأقسام، وحبيت نتبادل معاكم رأي. أنا رأي الشخص هذا يلزم تتوفر فيه الشروط الآتية: الكفاءة والخبرة والأقدمية والسيرة الحسنة والتواضع والشدة واللين في أن واحد. سامحني سيد رئيس المدير نقول لك أن العبد الماثل بين يديكم جند نفسه للعمل ليلا نهارا، ومستعد نكون يدكم اليمين في المؤسسة هذه. على كل نشكرك. فضل.
أنا مانيش فاهم سوق عالم في عقولهم الناس. سي علي اللي مستنسي بروت ولا يجي الصباح قبل بساعة وفي العشية ما يروح إلا ما تظلم الدنيا. وسي حامد اللي النهار وطولك ينهار وهو يقلب الجرايد ولا مثال في الانضباط والعمل الجد. عاد مانيش فاهم اش توت عليهم. يمكن حكاية منصب رئيس المصلحة دفعت فيهم دم جديد. يعني مسألة طمع ولا الإشاعة في ترشيح واحد من رؤساء الأقسام صحيح؟ ما تقول تق. لكن يا عايدة، الغريب في الأمر هو ترشيح خطيبك سي علي، وسامحني إذا كان استغربت. أنا بنفسي مستغربة ومتحقة اللي علي عمره ما يوصل هالمنصب هذاك. عجب والله خطيبك وتقول عليه هكا. خطيبي يظهر لي حكيت الخطوبة طويلت شوية وبش تفصل. هي لكن علاش؟ شنية الأسباب؟ حب علي ليا ما بعثت مع لا أكثر ولا أقل. علي كان خاتب بنت عمه ومملك عليها مدة 4 سنين. دخلت أنا تعرف علي بعد أسبوع خطبنا وهذا عرفته أخيرا. إيه إنما شنية الأسباب اللي سلم في بنت عمه؟ بنت عمه ما تخدمش بينما أنا متوظفة. كنا باش نعرسوا في الصيف اللي فات ما تمش. هي لكن هو مازال يأثث في الدار ومازال يحضر فيها. قلبي يقول لي عكس هذا. يعني أنت تشك في كونه يرجع لبنت عمه؟ لا، بنت عمه تزوجت من مدة طويلة. إذن حب علي ليك في حتى شك؟ هذا ما نتمناه. السلام عليكم. اهلا سي بلقاسم. اهلا وسهلا. عسلامة. كيف حالك؟ مرحبا. الحمد لله عايش. تفضل. بيك تفضل سيدي حسن. عسلامة حالك بخير. الحمد لله. تعافيت. الحمد لله عايشك. ايوه سي بلقاسم، القفة اللي تفهمنا فيها هاي حاضرة، لكن الفايدة في القفة حبة توصل دار سيد رئيس المدير حالا. والله يا اخوي انا خايف بالك ما يقبلهاش وناكل بخسة فيها الليل. سيدتي مهبول، انت الهدية فرح بها السلطان. في شوية غلة فال مازلت ما تحطش في السوق، علي بالله لازم يفرح بها بالأخص صغاره. عنده زويز بنيات صغار هكا هو، وعنده أخته تسكن معاه. أخته؟ شوف الكلام بيني وبينك، أخته هذه مشكلة ما فيهاش حل. اتفضل. بارك الله فيك حسن.
إيوا كيفاش؟ كمل حدثني يا بلقاسم. واحدة تقول بلا انزل ولا خل ننزل، ضايقين منها المر، حياتهم خلات عذاب. مساكن مساكن. اش يعمل؟ يا أخي سلمشي في أخته ودم ولحم. يقول لي مش متزوجة؟ لا، مع عمرها وصل ل 35 عام. وعلاش ما تزوجتش؟ وشروط الزوجة المثالية الكل متوفرين فيها. المال عندها وأخوها مدير. على خاطر معقدة يضر لي. معقدة؟ إي نعم. يتولاك ربي، أنت فين دلت عليها الكلمة هذه يا بلقاسم؟ وفي المنظر لا تشكر لا تذم. أنت مش كناري، أنت معين وراسك الناس. نفهمك بالعربي ما عندهاش هذا. تقول لي بكوشة عاد. أنت مش كناريه، يا أخي البكاشة وعيبة. أنت أحسن هذا كي طلعت بكوشة، باش ما سمع منها شيء. يا ودي أنا قلت لك بكوشة توا. أنا قلت لك ما عندهاش لسان. يعني في عوض ربي خلق لها لسان. خلق لها حبل داير برقبتها 77 دورة. تي المهم كونها مش متزوجة، وهذا وخيك علاش يفركس؟ خطبوها أربعة وهربوا بالروح، كل واحد ليلة الخطبة متاعه فهمتي تعمل له حركة. لازم ما كانوش المستوى. بالعربي تجي تقول صحة تقول سداف. حتى أخوها المسكين يخاف منها، ويظهر لي الأمنية اللي يتمناها السيد المدير هي جواز أخته باش يرتاح من الكابوس اللي هو فيه. عجب بالدرجة هذه مضيقتهم؟ وأكثر يا سعدي أكثر. قال لك إذا ربي كاتب لك بالشفاء تلقى طبيب في الثنية. بارك الله فيك يا سي بلقاسم وسامحني في تعبك. عيشك يا وزير. تويل قفل. لا لا مش لازم مش لازم. يا اخي بطلت الهديه. لا لا ما بطلتش، انما جاتني فكره جديده ما تجي على بال حد. نعم. والحياه كلها تكتيك يا سي بلقاسم. ما اللي باش تبدا تحرك في التكتيك من ان شاء الله ان شاء الله. ربي يعينك عليك. سلام أخوي. الله يبارك فيك يا من الله. عايش. سلام مين؟ سلام. نعم سلام لله. باقي كعوايدك حزينة ساكتة. بعد اللي سكت أحسن طريقة. اللي أنا وليت نعيش في جحيم. مريم أزقكم وأنا برمش لبيتكم. أش تحبني نعمل؟ المستحيل عملته من أجل سعادتك، وعلى الأقل أني موفر لك حياة كريمة باش ننسيك في نادرة. لكن هي كثرت على ما وصاوها، كرهتني في روحي، مرت لي حياتي. أقل حاجة اللي نعملها وليت سيادتها تشري لي عركة. طيب 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 ليش الغش تو؟ برد دمك وقعد. ماني قلت لك مرضها ما فيش دواء. قلنا لك قداش مرة راهي معقدة نفسانيا، وعدم زواجها هو اللي خلاها بهالصورة. آخر خطيب جاها كان وقتها عمرها 20 سنة، وتو هاي وصلت ل 35 وحتى حد ما جا. مالا المشاكل ماهيش مشتوفة، بعد اللي زوجها ولا مستحيل. طيب شحب نعمل؟
نشري لها راجل من الشارع. الزواج مكتوب ومكتوبها طلع أكحل. ومكتوبي أنا طلع أكثر. مشكلة فوق طاقتي سيدي. نعم. واحد يحب عليك. واحد شكون ما خليكش اسمه؟ قال اسمه علي ونسيت البقية. قال لي أمر أكيد. طيب خليه يتفضل. ملا أنا نمشي نرتاح شوية أحسن. مساء الخير سيد المدير. سيدتكم ما كنتوش تتوقعوا زيارة الفجائية مني. بالطبيعة يعني متعود نستقبل المستخدمين في مقر الشركة مش في داري. اسمح لي سيد المدير نقول لك اللي أنا جيت في خصوص موضوع بعيد عن العمل والخدمة والمقاولات. تفضل تفضل. سيادتك تسمح تأذن بأذن القفة؟ قفة؟ تعال. هدية فال فال هدية. وشكون قال لك اللي أنا نقبل؟ في بالي سيد نقبل الهدية. طيب واش بعد الهدية يا سي علي؟ بعد الهدية ندخلوا في الموضوع الأساسي. اسمع يا سي علي، موضوع رئيس المصلحة مش معقول الإنسان باش يوصله بالقفة والهدايات. الحكاية مش حكاية قفة سيد المدير. ملا حكايتاش؟ مسألة ثانية يتعلق بها مصيري ومستقبلي. أنا مانيش فاهم قصدك، وضح أكثر. أنا بكل صراحة ولا حياة في الدين نحب نكمل نصف ديني. أيوة. ناوي تتزوج؟ إيش بيه؟ مبروك ونفرحوا لك ونحضروا في العرس ونحركوا. يا مبروكة. نعم سيدي. هز دخل هذيك وجيب قهوة لسي علي. لا يبقى. والحل والربط بيدك سيدي، النصف الثاني موجود عندك في دارك. كيفاش؟ ما فهمتكش تقصد بالضبط، وضح كلامك. أنا جيتك خاطب راغب في بنت الحسب والنسب. بنتي اضرب اشتم ما تحشمش. عايدة نحب يكون قلبك ابيض عليا. وانا نحب نقول لك اللي انا كنت متوقعه منك هذا، لانك طماع والزواج في نظرك مجرد صفقه تجاريه ماهوش ربات مقدس. ما فماش فايده باش نتكلموا في الموضوع هذا توا. عاد يجيك نهار وتندم، لكن انا مانيش متاسفه بالكل، بالعكس فرحانة اللي عرفتك على حقيقتك. انا كدك اللي انا ما ندمش على خاطر وراء الزواج هذا. فما حاجة اهم بياسر من الزواج. قلت لكش اللي انت طماع وما عندكش ضمير وما تحشمش. يا عايدة كلامك هذا من شأنه يوتر العلاقة القائمة بيني وبينك. علاقة وتسميها علاقة؟ شنو العلاقة اللي مازالت ما بيناتنا؟ علاقتنا
خطيب وخطيبة انتهت لما حالة، لكن علاقتي بك كمسؤول بلات من اليوم، وهذا من شأنه يخلي مستقبلك عرضة للخطر. خطر؟ انا والله الشيء اللي مازلت ما فهمتوش، علاش مازلت متردد الخطوبة نادرة لعلي؟ لاني مانيش مصدق اللي دافع الوحيد للخطوبة هو محبته النادرة. هذا احنا شنو اللي يهمنا؟ والراجل من البارح شد صحيح باش تعطيه الكلمة الصحيحة. على كل حال انا موافق مبدئيا. يبقى احنا كنا نترقبوا في اول واحد يجي يخطبها، باش نعطيوه بدون قيد ولا شرط، يجي واحد احسن منها تقوم تتردد؟ اللي خلاني نتردد حاجة واحدة يا هادية، خايف من تعليق الناس ليقولوا عطى أخته المستخدم عنده. هذا هو بالضبط. تي لو كان نجي ونعملوا إحصائية متاع الأنساب وبني العم اللي يخدموا في شركة واحدة تو نلقاهم ما يتعدوش، وانت اليوم تجي تخاف من تعليق الناس؟ لأني نعرف الدافع الوحيد اللي خلى عليه يخطب نادرة. وشنو هو الدافع هذا؟ تي ما عندها في الدنيا لا هنشير ولا عمارة ولا حتى بوها غني. لكن ما تنساش اللي خوها الرئيس المدير العام للمؤسسة. يعني وفي المؤسسة ثم منصب مغري فارق. المال ماشي للسدرة، الزيتون أولى بيه كما يقولوا ناس بكري. وانتي يلزمك تضحي باش تزوج أختك، باش نرتاحوا من أكبر مشكلة قاعدين نعانيوا فيها. طيب يلا أنا موافق على الخطوبة. سالي يا ساري يا مخلوق، في قرع عنبو شنو هذا؟ حاب نسمع الكلمة داخل. خذ اشرب، خذ اشرب، خليك تفيق، خذ اشرب 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 اشرب. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله يفجعتني توليك ربي، طيحت لي قلبي. شو عملت لك؟ انا فين كنت؟ والله لو كان سخاينك مش تدخلي هكا لنجيك ولا نقول لك، لكن اش نعمل؟ كي السيد رئيس المدير قال لي برا مشي له وقول له اللي انا موافق. ما هي الفرحه، الفرحه يا بلقاسم كانت اكبر من طاقتي. هذا الكل محبه فيها، وهي شفيها ما يتحب على حسب ما سمعت. تعين وراس كيف الناس. أنا مقرر نهار اللي نزوجها باش نسد وضنية ونحط عصابة على عينيها باش ما نسمع منها شيء ولا نشوفها. تي مالش دوخك الدوخة الكل؟ اللي دوخني حاجة أهم، أهم الزواج.
يا سيدي يا مولانا. يا سيدي ربي يتمم بالخير ولهنا. الله يبارك فيك وإن شاء الله فرحة الأولاد. عايشك بارك الله فيك. توعد بعد 5 دقائق يحضروا العدول ويتم كل شيء. وش هكا؟ إنما قل لي أنت ريتها ولا ما ريتهاش؟ يعني شفتها؟ كيفاش تحبني نشوفها؟ ولا مازلت كي خطبتها؟ أنت يا زرب عليك. أحسن البر عاجله. لكن بقول فين هي؟ في بيتها. لا 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 لا، خلينا نتقابلوا مع بعضنا في جنينة أحسن، خلينا نعملوا قاعدة شعيرية في الظلمة. رد بالك تعكسها في شيء، يويلك إذا تقول لها الكلام هذا قدامها. حاضر، الله يبارك على راسي وعينيا، هاي برا سبقني وعلمها بقدومي. مبروك. الله يبارك فيك يا عيشة. وجهي توا حبر ما يشوفك لما يهبل عليك من الخزره الاول. برشا مكياج وبختار اللون اللي يعجبك. كان قال السي علي قاعد يستنى لله. الزعمه يا مبروكه من الحي نمشي. والله حبس علينا عقولنا، العباد يقدوا في درش وهي يحب لها عام، وهي فسخ عاود قد فسخ عاود، والعصب يهز فيها ويخض. يا انسه نادره، الله يصبر ولد الناس. هي تقد ولا ما تقدش؟ الحال سواء. يا حسرة يا حسرة على أيامك يا صلوحة، كنت اللي يقول لك الخدين ورديت مفتحة، العينين سودة خليقة، والشعر أحرير مسبل. وا شكون تيهزي تيهزي؟ عرفتك ولا عرفتك يزي؟ أي طلع أنا شكون. مبروكة وجهة مبروكة. مبروكة صوتي صوت راجل تقول أنت يزي فك عاد. وا شكون أنت؟ أنا علالة شريك عمرك في المستقبل يا انسة نادرة.
فضلك معايا من غير ما تعرفني. فين علي خطيبك يا مدموزيل؟ تكون شي انت هو العروس. مرحبا مرحبا، وجهي على ما سمعت بيك، عرفتك من قبل ما نشوفك. اوه حتى انا حبيتك قبل ما نشوف هالزين والقد. عيط شويه راني ما سمعتكش. احسن حاجه كي طلعت ما تسمعش. قلت لك حبيتك من قبل ما نشوفك. ربي يعز قدرك يا سي علالة. تفضل تفضل اقعد. شوف شغلي سنة طويل تعي سينا حلو. وجيه كنت نسخايلك كبير شوية، أما هك طلعت صغير تبارك الله عليك. حتى أنت تبارك الله عليك ما زلت صغيرة. أنت هزين الكل، أنت فين كان مخبي؟ ما فهمتكش إيش قلت لي. قلت لك من حين شفتك دخلت في قلبي كي نقطة العسل. ربي يعزك ويفضلك، حتى أنا وجيه من اللي شفتك حبيتك. الله 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 الله، تو حقيقة سحرتني ورديتني أسيرك. أنا ما نعشق في المرأة إلا حشمتها وحياها. قل لي أمك ما جيتش معاك؟ أنا تو فين؟ في أمي ولا في الجنة اللي تحلت في عينيا؟ لو كان شوفك أمي ما تموت بالفجعة. نهار الجمعة مرحبا بيها. أي مرحبا كي تجي نهار الجمعة، مرحبا بيها في كل وقت. اسمع، ناويش تعدي شهر العسل؟ شي لازم منه، مش ممكن نغبنك. تمشيش تعمل كيما ولد أختي مشي عدى شهر العسل نتاعو وعروسه في بلاد شو اسمها يا ربي، موتا كارو ولا شنية؟ مونتي كارلو. الانسان اللي عنده عروسه كيفك انت هكايا مش ممكن مش يمشي لمونتي كارلو، على خاطر يخاف لا يخطفوها له مخرجين التلفزيون والسينما. ليه والله لي ملي مرضو وذنية ساقي ما حطيتهاش في السينما. اما مش لازم تجهد روحك وتقعد تعيط برشا، راني نسمع مانيش ترشا. مرات تسمع بالبوق وقالت نسمع مانيش ترشا. شكون هذه؟ علاش تضحك؟ تفكرت نحت ضحكتني، تحب نحكيها لك؟ انت ماكش متأدب، فضل اخرج لبرا. من فضلك ما تشتميش قدام زوجتي. تشبيك زوجتك؟ انت شكونك؟ هو في عود صفح راجلك وتفرح بيه، دخلت فيه طول هكا. انا علي العروس يا مدام. هو انت يا مرحبتين، هذه عروستك. عندك راجل قليل وجوده. طيب انت شكونك؟ انا عمتها. احلم الكل طيب فهمك قدرك ونشافك على ضحك. ايش معناها انا دخلت وانت قمت تضحك؟ كنت نحكي في نقطه الضحك لعمتك، ووقت اللي دخلت انت كنت ساعتها نكمل في الضحكه. عندك ما تسمع منه يا نادرة. شوف وراس الجهل وكان يقعد ليلة ونهار يحكي معايا ما نشبح. أيا خليكم وحدكم توا بخاطركم. أنا نستغرب كيفاش واحدة كيفك أنت عطاها ربي هالجمال الكل والقد المزيان في سما تغشش. سامحني اعتبرني غلط. بعد غادي أقعد شنسها لك. حاضر. انت حبيتني ولا جيت تنوفك في خويا؟ ايه شوف نشق على قلبي وتشوف اللي فيه وقت تعرف علي هذا اللي قدامك قداش يحبك يا نادرة. انت تكذب يا ستار. وباش عرفت اللي انا نكذب؟ على خاطر عمرك ما شفتني الا في اللحظة هذه. المحبة ما جيش بنضر برك، تجي بسمع ساعات. وانا كي حطوني عليك حبيتك قبل ما اشوفك. ولو كان خويا رفض وما حبش يعطيني ليك؟ وكان رفض وقتها اليوم راني في سبيطار الرازي ولا في فريق عزيز عثمانة. امال انت فينك؟ هذه اول مره نشوف فيها واحد يحب زوجته في الشكل هذا. ولهذا باش نقول لك حاجه، انت ما تكون الا كذاب ولا عندك هدف. سامحني نقول لك انت غالطه ونظرتك قصيره. قصيرة هي اللي ما عندكش ذوق. مش انتي قصيرة، نقصد نظرتك ويظهر فيك فهمت القصد بالعكس. انتي انسان ما عندكش ذوق. ربي يزيد في فضلك. اقعد ساكت. حاضر. ما تكلمش. حاضر. تفضل تفضل اقعد. اهلي ساكت اتكلم انتي. تفضل اقف. حاضر. زوري مليح.
حاضر. شوف ملكة جمال العالم واقفة قدامي. شو سمعت عليا؟ الخير وسلامة. قالوا لي جمالها فتان وخطبوها أربعة ورفضتهم. وتعرف علاش رفضتهم؟ على خاطر ما كانوش في مستوى جمال هذا. لا مش هذا. الحمد لله قلتها أنت. على خاطر الأربعة اللي خطبوني حتى واحد ما برهن لي بالدليل على محبته ليا. الناس مغفلين فعلا. وحتى واحد منهم ما حزر عليا. علاش يحزر عليك؟ واحدة كيفك أنت رجلها يرقد ويطمان. نعم نعم نعم. عاود عاود شو قلت؟ هي عايشة كفهمني. مش هذا قصدي. نقصد ناحية ثانية غير الجمال. نقصد ما يحزر عليك حد على خاطر أخلاقك عالية ووصلك طيب. وتعرف السبب الثاني شنو؟ من عندك نسمع. السبب الثاني على خاطر حتى واحد منهم ما تعجبهم تصرفاتي. ناس مغفلين ما حقهمش. ولهذا أعرف علاش قادم. صدقني أنا حبيتك قبل ما نشوفك. ورغم هذا أنا راضي راضي رغم اللي قالوا لي عمرك 35 سنة يزيدوا. 35. أنا عمري 35 سنة يا شايب يلي قد بابا وجدي. يا عايشة كفهمني. خلينا نتكلموا فيما أهم. نتكلموا في مستقبلنا في شهر العسل في سلم الترقيات مثلا. تفضل قول شحب تقول. خلينا نتكلموا في حاجة اللي ما تعرفهاش. شنو اللي ما يعرفهاش؟ تقترح على أخوك اللي هو السيد رئيس المدير العام للشركة اللي نخدم فيها باش يخليني تسكنوني. باش يخليني نسكن في مكتب رئيس مصلحة المستخدمين من 8:30 متاع الصباح ل 6 متاع العشية. حياتي الزوجية نحش بالراحة والاطمئنان. توا 3 أيام الوقت اللي عرست نادرة وأنا شير بريق الحق. ما نقول لك يلا اللي زواج نادرة بعليه طلع الزواج كله مصلحة. قبيلة كنت أحذاهم حبيت نزورهم ونطمن عليهم. بالله شنو أحوالهم؟ مادام علي عنده هدف إنه وراه الزواج هذا يتحمل كل شيء من نادرة. اللي نويته ولقيته وشفته وسمعته. ان شاء الله خير. سي علي قال لك ناوي على منصب رئيس المصلحه ولا نادره لحت عليا في هذا؟ تعد الاقربون اولى بالمعروف. ساعتها نكون ارتكبت اكبر حماقه. انا يستحيل نوافق على المساله هذه. يستحيل. عاد شنو المين عايشك؟ كلام الناس تعليق الزملاء. خلي يقول واللي يقول مدام هو ولا راجل اختك هو اولى من غيره. ولا من غيره. لكن ثم إنسان كفى أحسن منه وخير منه يا رسول الله. لكن في ظرف كيف هذا مسألة الكفاءة تفقد فعاليتها. هذا رأيك أنت يلا. وهذا هو الحل. باه شد الخدمة اليوم. حقه اليوم. إذا السيد الرئيس المدير ولا نسيبه تبنش مازال باش يخاف. جات. صاحب الأصباح راقد لازم. لازم. عندك فيها شك؟ الرجل العروس جديد. وجا. السلام عليكم. السلام. مبروك سي علي. يبارك فيك يا فتحية. أخويا مبروك وإن شاء الله كل شيء بالبركة. الله يبارك فيك يا سي سالم. أسيدي الحمد لله لهنك ربي. تو قولك عاد إن شاء الله فرحة عازم. وانت زينا كذلك إن شاء الله فرحتك. يعيشك أسيدي. وانت بالله بتلس يا علي إن شاء الله فرحتك من روح الكل. يعيشك. ماذا شو الأحوال سيدي؟ الحمد لله الله يبارك فيكم لباس دوم الكل. ربي يستر. أشلي أحوالك أنت برك. الحمد لله. إن شاء الله تباركولي في مناسبة الترقية.
هذه فيها شك عارفي. احنا نبارك لك بالمسبق. قل لي عم صالح وعايده فين؟ عايده نقلت القسم المالي، وعم صالح حبر ما جاء عيطوا المدير العام. واحنا احنا هون يجينا لهنا. السيد صالح يظهر فيه ناوي باقي مش يحب ياخذ المنصب المرحوم اللي يحسب وحده ويفضله. وشكا يا مدمازيل. نعم سي علي. يا سي علي تحب اقول لك. ايوا تحب اقول لك. صحيح يا سيدي، انت هو الشخص المناسب للمكان المناسب. بس كل هنا يقولوا سي علي هو اللي مش ياخذ منصب رئيس مصلحه الموظفين بلا منازع. نعم على خاطر علي هذا اللي قدامكم راجل كفو خدام وناشط، وصل للترقيه هذه بفضل المثابره في العمل والجد والعزم. اهلا بعم صالح. سي علي اهلا بعروسنا. اهلا اهلا اهلا. كيفك يا عم صالح؟ شنو احوالك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. يظهر فيك متفرهد وشاي اخو. لاباس عليك والحمد لله. سيدي نجدد لك التهاني نتاعي. شكرا شكرا. وان شاء الله شهر عسل طيب. الله يبارك فيك. عايش عايش. سي علي جاي باش نباركوا له. سيدي نباركوا له، ما هو باركنا له وهنيناه بمناسبه زواجه الميمون. ان شاء الله تبارك لي في مناسبه اهم يا عم صالح. اي نعم بمناسبه الترقيه. ترقيه نتاع عارف كيف عارفها يا عم صالح. والله يا سي علي وبكل اسف شديد نقول لك حاولت بجميع مجهوداتي باش نتخلص منها. مانعت، تهرب، قلت لا. سيد رئيس المدير العام ألزمني إلزاما باش نقبلها رغم أنفي. وش اللي باش تقبلها رغم أنفك يا بابا؟ أظنك تعرفها مليح يا سي علي. وظيفة رئيس مصلحة الموظفين. أنتِ؟ سالم قال لك اللي يحسب وحده يظله. سي علي نعلمك وأن المسؤولية صعيبة ياسر وتحب لها ماليها. وانا انا انا وانت يا ست سيد المدير ايش تحب اكثر؟ خليك واقف من فضلك. سامحني يا سي علي باش نقول لك اللي نظرتك قصيرة والمخطط اللي رسمته بذكاء طلع فاشل. لكن أنا يا سيد المدير شافي بالك وأن زواجك بختي هو أقصر طريق للترقية شكا؟ مش هذا قصدي، إنما أختك هي اللي طلبت مني هذا. وأنت تزوجتها طبعا باش توصل للهدف. في بالي أنا نستحق المنصب. نأكد لك يا سي علي وأن المنصب هذا أعطيته الإنسان يستحقه كفء ومناسب. مانيش فاهم. نفهمك. معناها يا سي علي أنا كمسؤول على أكبر شركة في مقاولة البناء والتعمير عندي ضمير نخاف من حاجة اسمها العدل. ونأكد لك لو كان جيت كفء لهالمنصب راني أعطيته لك بدون زواجك من أختي. عندك اعتراض؟ سامحني انا غلط. لحظه واحده.
ما زلت كلمة نحب نقولها لك. بلغني وانك جيت نصف ساعة مخر على العادة، والمطلوب منك انك تجاوبني كتابيا عن الاستفسار باش يقعد في الملف متاعك، مفهوم؟ لكن راح ننساب. قلت لك واياك تخل بواجبك في المستقبل وتعتمد على قرابتي بيك، راني نكون قاسي معاك لاقصى درجه. تفضل اخدم على روحك.